لكن باقي المراكز يعني هي لا ده انا هسألك في كذا حاجة، اه في كذا اتفضل مركز، اتفضل. في حراسة المرمى ده دي الناس كلها محترف فيها. لو هتسألني انا اكمل مع شوبير، مصطفى مصطفى شوبير شوبير يكمل. اه طبعا اقول لك ليه، يعني هي ده مش تقليل من محمد الشناوي، بالعكس. يعني مصطفى شوبير الناس كانت بتقول اصل محمد الشناوي خبراته اعلى، لكن مصطفى شوبير لعب المباراتين النهائي بتوع ترجي الترجي على احسن ما يكون، المباراه الثانيه هنا في وسط الاستاد كله مقفول، يعني الضغط الجماهيري موجود، يعني نفس الفكره ونفس الوضع بتاع المباراه اللي جايه. ما تقوليش واحده ده مصطفى شوبير عنده 24 سنه، ما تقولش عليه لعيب صغير، اوعى تقول كده. بعد الفتره اللي هو لعب فيها مع النادي الاهلي ما تصنفوش ان هو لاعب صغير، لا لاعب يلعب في المباريات، ولعب تحت ضغط جماهيري والنادي الاهلي وماتشات خارجيه النادي الاهلي اتكل عليه في المباريات اللي هي البطوله اللي كانت فيها صعوبه برضو المشاركات، والفرق اللي كانت بتلعب قدامك فرق طيب. تعتبر كويسه، واخر مباراتين لا انا من وجهه نظري. لكن لو حسام فكر في موضوع ان خبرات ان محمد الشناوي وهيعمل زي ما اتعمل مع ريال مدريد وكورتوا لما رجع ولعب المباراه وادى بشكل بس كويس، كورتوا لعب عشان لونين اتعور، اه لكن الحارس التاني اللي بالظبط، كان بيلعب اساسي اتعور. فهي فكره برضو بعد الشناوي فتره طويله عن الملعب ومباريات رسميه ممكن تخلي المدرب يقلق شويه. ومصطفى شوبير ماشي كويس جدا الفتره اللي فاتت، يعني تحس ان في بقى في ثقه من الجماهير في شخص مصطفى شوبير. ايوه وطبعا ده بترجع اقول لك على حاجه برضو، يعني حارس المرمى ده قوته بيستمدها من خط الدفاع اللي بيلعب قدامه والعكس برضو، الدفاع لما بيحس ان الحارس اللي وراه فايق وصاحي وبيتكلم على طول وبيوجه الديفنس هيحس برضو ان هو يعني مرتاح، فدي بتبقى يعني في تفاهم كبير جدا بين ومصطفى بيلعب الفترة اللي فاتت وبيلعب قدامه عبد المنعم وبيلعب قدامه ورامي رامي، ربيع الثلاثي ده بيلعب مع بعض بقالهم ومحمد فترة، هاني ومحمد هاني ناحية اليمين وعمر كمان ناحية الشمال الأهلي فالدفاع يعني الدفاع كله لو لعبه كده يبقى في يعتبر في تفاهم طبعا كبير جدا. ونص الملعب هتلاقي مروان عطية وإمام عاشور. يعني انا حاطط عندي هنا في انا عامل تشكيل كده، اه قول اللي انا قلت لك الخماسي ده مصطفى شوبير عمر كمال عبد المنعم رامي محمد هاني هاني ومروان وحمدي حمدي فتحي الثلاثي تريزيجيه صلاح امام او زيزو ومصطفى مصطفى محمد يعني هم دول اقرب ناس ان هم ممكن بس هم يشاركوا. الكلام برضو من داخل المعسكر ممكن يلعب مروان وزيزو وامام او مروان واكرم ويدي امام يعني يبقى قدامه عشان يقفل بس انت لو انت لعبت بمروان واكرم يعني بقى عندك في وسط الملعب الناحيه الدفاعيه تبقى يعني غالبه على الوسط الملعب، عندك بقى شويه امام وعندك صلاح الرباعي وعندك تريزيجيه وعندك مصطفى محمد، طيب وواحد يزيد معاهم وطرف من الباكين اللي على الاطراف. ممكن انا برضو لغايه دلوقتي اللي هيحكم على الكلام ده مستوى حمدي فتحي، هل مستواه يعني احسن من امام في الفتره الاخيره او من زيزو؟ برضو احتياج حسام في المكان ده عايز ايه بالظبط؟ لان حمدي بيشتغل تمانية كويس، تمانية بيشتغلها كويس جدا بيكمل وبيلعب بدماغه. هل انت هتلعب اتنين في وسط الملعب ولا هتلعب ثلاثة في وسط الملعب؟ يعني لو لعبت بواحد ثابت مروان كديفندر عطية ثابت مروان او اكرم هو اللي ثابت، واتنين تمانية اذا كان امام او حمدي او امام وزيزو، وزيزو فبرضه الفكر ده هيرجع لحسام، يعني هو محتاج ايه من هيمشي المباراة ازاي؟ يعني هي سيناريو المباراة كريم لازم يبقى متوزع على ال 45 دقيقة، يعني المباراة لازم تختلف اسلوب وطريقة، هل انت هتلعب ضغط عالي من بداية المباراة ولا هتدي مساحة لان هم اكيد ضغط عالي. كانت حسام يعني معروف في الفرق حتى الانديه اللي بيدربها وماتش في مصر وتصفيات كاس عالم وفي ارضنا وجمهور اكيد هيضغط في اول الماتش، هتضغط بس مع الحذر ان الفرقه دي عندها سرعات سرعات كويسه، فخد بالك لو هتعمل كده يبقى في حذر من الكرات المرتده، ما تخلقش مساحات كبيره للمنافس في ظهرك، المساحات اللي ما بين خط الوسط والمدافعين لازم تكون قريبه جدا من بعض، فمهم جدا يبقى في فعلا سيناريو محطوط للمباراه بشكل كويس يعني. طيب خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل تاني مع كابتن اشرف قاسم بعد الفاصل ان شاء الله.